هيا يا فريدة، من ربك؟ الله. أين الله؟ في كل مكان. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي تحية الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم عدد أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود سواه. ما هي قبلة المسلمين؟ الكعبة. أين الكعبة؟ في مكة. ما هو كتاب المسلمين؟ القرآن الكريم. من هو عدو المسلمين؟ الشيطان الرجيم. بارك الله فيك يا فريدة.